أمام بلدية بيروت زف للمحافظ ضد الإيدن باي. إيميها صورتوا ورا الإيدن باي؟ إيميها وعيون المسؤول مطفي؟ إيميها ما فرقة معهم لو فضحتهم؟ إيميها البزاق عندهم مثل الشتاء. وموظفو المشروع يدافعون عن لقمة عيشهم. مفوضية اللاجئين ترد من جنيف على قرار باسيل، ووزير النازحين يهاجمه. هو وزير حاليا مستقيل بحكومة تصريف عمال، ما له بأي شكل من الأشكال أنه يأخذ قرارات يلبك فيها الدولة اللبنانية بأي شكل من الأشكال. جريمة بيئية في وادي الست وجملات ينشر. عم تتقصص الشجرة، عم يتقرب النار، خربت ضيعتنا. أهلا بكم. بعد عاصفة مرسوم التجنيس التي لم تهدأ حتى الآن، هبت على البلاد عاصفة أخرى على جبهة النازحين بين الوزير جبران باسيل ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد تنذر باشتباك داخلي ظهرت ملامحه مع ردود الزرق على قرار باسيل وقف طلبات الإقامة المقدمة إلى وزارته والموجودة فيها لمصلحة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان إلى حين صدور تعليمات أخرى. فالوزير المعني بشؤون النازحين معين المرعبي زف على طريقته وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، واصفا إياه بالمربك، معتبرا أن ما صدر عن باسيل هو موقف شخصي لا يلزم الدولة ولا مفاعيل سياسية له كونه وزيرا مستقيلا. أما مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري نديم الملا فوصف إجراء باسيل بأنه أحادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية، وأعلن أن الحريري سبق له أن أبلغ الوزير باسيل أنه ضد هذا الإجراء وطلب منه سحبه. وعلى الساحة البيروتية زفة من نوع آخر أمام بلدية بيروت وزغاريد أويها ضد المحافظ زياد شبيب والبلدية ومعهم وزير الداخلية، أطلق عليها زفة الريس طيب الشط لكل الناس، وشارك فيها حشد من المعترضين على مشروع إيدن باي وعلى الاعتداء على الأملاك العمومية البحرية. وفي الشارع المقابل اعتصام مضاد دعما للمشروع وصاحبه وسام عاشور أبطاله الموظفون أنفسهم. لم يكن صباح التاسع من حزيران عاديا أمام بلدية بيروت، فالطريق مقطوعة والقوى الأمنية منتشرة للفصل بين اعتصامين، اعتصام تحت عنوان زفة الريس يزف فيه المعتصمون من الحراك المدني والجمعيات البيئية كل المتورطين على حد قولهم في مشروع الإيدن باي وكل المخالفات على الشاطئ اللبناني. يعني ببساطة نحن ثالوث الإيدن باي معروف من هو المشنوع زياد شبيب وعيتاني، واليوم بدي أقول اللي عم بيصير المجموعة اللي موجودة هناك نحن معها، هيدي جاي كرمال لقمة عيشة ونحن معها، ما عندنا مشكلة معها، ولكن هن جابوها ليحرفوا التحرك عن هدفه الطبيعي. مثل العادة بيصير الخطأ وبيرجعوا بيحطوا المواطنين مقابل بعضهم، مثل ما صار بالمدارس، مثل ما صار بقانون الأجارات، اليوم عم بيصير بموضوع الشط اللبناني. لأنه للأسف صار تزوير من قبل محافظ بيروت بالرخص اللي عطوها، ما نستعمل كلام أكبر بالمخالفات اللي صارت، استند على معلومات غلط، استند على خرائط جغرافية غلط. التعدي على الأملاك العامة لا يسقط بالتقادم، والتعدي يزال شو ما مرق عليه زمن، وما بيسقط حق وراء مطالب ونحن باقيين. من الجهة المقابلة اعتصام آخر يدافع فيه موظفو الإيدن باي عن المشروع وعن صاحبه وسام عاشور وعن لقمة عيشهم ويهتفون بالروح بالدم لبديك يا عاشور. نحن موظفين، نحن عايشين من وراء وسام عاشور،
وسام عاشور معيش 3000 عيلة، ما حدا عم بيجي بيحن علينا بقول خذوا بس كرمال لقمه العيش. نعم اي متحسب بتعرفي مظاهرين لحن نحكي بقى. لا انا بحكي ليش انتم ليش هن ما بيعرفوا يحكوا عن حقهم، ما هن اللي عم بيدافعوا عن حقهم. نحن كمان عم نحكي. لا اذا بتريد انا بفضل احكي مع المواطنين. نحن موظفين، السيد وسام عاشور والسيد علي عاشور هن الوحيدين اللي خلقونا فرص عمل جيده جدا، انما اللي نحن عم ننزل كرمالهم من سياسيين ولا غيرهم ما عم يطعمونا ولا عم يشربونا، بس عم بيخلونا نجوع اكثر واكثر ونغرق اكثر. اعتصامان سلميان لم يخرقهما سوى بعض البيض الذي رماه موظفو الايدن باي، والمشهد باختصار هو بين لقمه العيش والاملاك البحريه، مواطنان يبحثان عن حقهما في بلد او مش بلد. ايويها البزار عندهم مثل الشتاي. ليال بوموسى، قناة الجديد. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: كل الشاطئ اللبناني منهوب من قبل متنفذين، لذا استغرب ان تتحرك بعض الجمعيات ضد بعض الناس وتحجم ضد اخرين. سؤال مشروع. على هامش مشاركته في جولة على محافظة الشمال لتوزيع مساعدات على النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، قام بها الملحق الدبلوماسي لدى سفارة الإمارات العربية المتحدة حمدان الهاشمي، انتقد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي القرار الذي اتخذه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بإيقاف طلبات الإقامة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. المرعبي هاجم باسيل واصفا إياه بالمربك، معتبرا أن قراره لا يلزم الدولة اللبنانية بتاتا. هو في واحد مربك اسمه جبران باسيل عطول بيعمل اربكات لحاله، هو وزير حاليا مستقيل بحكومة تصريف اعمال، ما له باي شكل من الاشكال انه ياخذ قرارات يلبك فيها الدولة اللبنانية باي شكل من الاشكال. نحن لم نتخذ اي قرار او اي اجراء بهذا الموضوع، وهذا موضوع اللي هو عم يحاول اليوم يهدد فيه هو هيدي بالونات يعني لا يعتد بها ولا يمكن ان يعني يتحكم بالسياسه اللبنانيه الدوله اللبنانيه تجاه المجتمع الدولي وتجاه الامم المتحده، خاصه شخص كائنا من كان. هذا موضوع بتعلق بالدوله اللبنانيه ككل، وهذا قرار بدها تاخذه الدوله اللبنانيه بشكل كامل، يعني الحكومه اللبنانيه مجتمعه. وإذا بده يصير تصويت فليكن يصير تصويت على هذا الموضوع. نحن معنيين بأنه نحافظ ويعني نساعد إنسانيا هؤلاء النازحين، ونحن لن نقوم بأي ارتكاب لا سمح الله قد يؤدي إلى مجازر فيهم مهما كان كلف الأمر بهذا الموضوع. وما يتكلم به باسيل يتكلم عن نفسه بصفته الشخصية، ما بقاته يتكلم بصفته كوزير خارجي بأي شكل من الأشكال. وفي الردود أيضا وصف مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري لشؤون النازحين نديم الملا إجراء باسيل بأنه أحادي الجانب ولا يعكس سياسة الحكومة اللبنانية، وأعلن أن الحريري سبق له أن أبلغ الوزير باسيل أنه ضد هذا الإجراء وطلب منه سحبه. كذلك انتقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادي تفرد الوزير باسيل بتحديد السياسة الرسمية إزاء النازحين والمنظمات الدولية، وكأن لا حكومة راحلة ولا حكومة قادمة ولا مجلس نواب جديد ولا معايير متفقا عليها ضمن الدولة. وأضاف: يتصرف هذا الوزير كأن الدولة تعلن حرب إلغاء على المؤسسات الدولية من دون حساب للتداعيات المحلية على سمعة لبنان والخسائر المرتقبة إن لم يرحل النازحون وانقطعت المساعدات. وقال حمادي: مهلا أيها الوزير، نذكرك بأنه حتى إشعار آخر هناك رئيس وحكومة تصريف أعمال، وهناك رئيس مكلف تشكيل الحكومة، وهناك حكومة قادمة عليها أن تناقش أمام مجلس النواب سياسة الحكومة وترتيبات عودة النازحين. وردا على إجراء وزير الخارجية، قال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين في جنيف ويليام سبندلر: إننا لا نعارض أي شخص يريد العودة بشكل تلقائي إلى منزله إذا وجد هو الظروف مناسبة لذلك، لكن دورنا ومسؤوليتنا أن نتأكد من أن هذه العودة مضمونة وتلقائية ولا تخضع لأي ضغوط. We do not oppose anybody returning anywhere. نحن لن نرغم أحد للعودة إلى أي مكان، إنما إذا نظمنا عودة هؤلاء علينا التأكد أن هذه العودة آمنة. نحن دائما نحترم الخيار الشخصي لهؤلاء بالعودة إلى بلادهم.
ونحن كمنظمة لا نمنع ولا نشجع بل لا نتدخل بقرارهم الشخصي، فهذا حقهم. إذا كان النازحون السوريون في لبنان أرادوا العودة أم لا، والعديد منهم عادوا كما تعلمون، فهذا حقهم. في المقابل عندما يبدي أي نازح رغبة بالعودة فإن المنظمة تتابع عودتهم من أوراق ثبوتية وتعريفية وكل ما هو بحاجة إليه. هذا ما نفعله مع الجميع، حتى أن من واجبنا إجراء مقابلة مع النازحين الراغبين بالعودة لمعرفة إذا ما كان هناك ضغط عليه أم لا. في مخاض تأليف الحكومة، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مسودة أولى للتشكيلة الوزارية أبلغها الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وجاءت متضمنة توزيعة للحصص الوزارية على مختلف الأفرقاء الذين سيمثلون في الحكومة، ولم يرد فيها أي اسم باعتبار أن الأسماء تسقط عن الحقائب بعد الاتفاق على الحصص وتوزيعة الحقائب الوزارية السيادية منها والأساسية وغيرها. وتوقعت مصادر مطلعة أن يزور الحريري قصر بعبدة في عطلة نهاية الأسبوع ليجري وعون تقويما للتطورات وحصيلة المشاورات المتعلقة بالتأليف. إلى ذلك ذكرت الجمهورية أن الحريري التقى بعد ظهر أمس الوزير جبران باسيل الذي أكد رغبة التيار الوطني الحر في انضمام جميع الأفرقاء إلى الحكومة الجديدة بما يعكس تمثيلهم النيابي، ولا سيما منهم القوات التي لا يقبل إبقاءها خارج الحكومة على أن تتمثل بعدالة فيها. كذلك تناول البحث وتوزير ممثلين عن العلويين والأقليات المسيحية، حيث تمسك باسيل بهذا التمثيل بغض النظر عن المواقف الأخرى التي صدرت في المرحلة الأخيرة. مجزرة بيئية بحق الطبيعة تشهدها بلدة وادي السد في الشوف، حيث عمد بعض المجرمين إلى قطع أشجار معمرة على ضفة النهر بغية إقامة مشروع تردد أنه منتزه سياحي أو طريق. وقد لفت رئيس الحزب التقدمي الإشراكي وليد جنبلاط في تغريدات عبر تويتر إلى استباحة الطبيعة في وادي السد بالشوف في ظل صمت مكتب الأحراج والسلطات المعنية. وقد أرفق جنبلاط تعليقه بصور من الموقع قبل وبعد المجزرة. اجوا فيتوا بقلبه عم يعملوا طريق بقلب النهر، لمن اتشكينا عليهم قالوا لا عم نعمل منتزه، هني عم يعملوا طريق، نحن مين عم يشتغل ما نعرف، تشكينا عم تتقصص الشجرة عم يتقرب النهر خربت ضيعتنا. نحن من يوم ما رجعنا ما حدا قاصص عود عنه للنهر ولا حدا بيقرب لاي، بيجوا بيتفرجوا عليه وبيفلوا. مش هيك بيعملوا فيه، عملوا بلش فوق. دقرنا نحن وياهم دشر فوق إجا بلش من هون هلا عنده شقفة أرض فوق بعده على العيلة بده يوصل الطريق لايه في النهر بينزل من هون للدمور ما نزل لايه 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 ما نزل على الدمور ينزل على الدمور ينزل يلحق النهر نزل مش جسر نزل. بعد الإعلان صيدا تفوح بأجواء رمضان. أهلا بكم من جديد. حددت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله جلسة في العاشر من تشرين الأول المقبل لمتابعة استجواب الشيخ مصطفى الحجيري الملقب بأبو طائي في ملف خطف العسكريين بعد معركة عرسال في آب 2014، وذلك مع 7 متهمين آخرين من بينهم 3 سوريين استجوبتهم الرئاسة أمس بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة ومبايعتهم لها بشخص أبو طائي. وكانت المحكمة العسكرية جزأت هذا ملف عن ملفات أخرى يحاكم فيها أبو طائي الموقوف منذ نحو 7 أشهر في سجن الريحاني التابع للشرطة العسكرية مع أكثر من 70 متهما موقوفا وآخرين بصورة غيابية. أقيمت في قاعة مديرية العمل البلدي في البقاع ورشة عمل لمناقشة مشكلة الصرف الصحي والمياه في محافظة بعلبك الهرمل بحضور نائبين علي المقداد وابراهيم الموسوي مدير عام مؤسسة مياه البقاع المهندس رزق رزق وحشد من رؤساء البلديات والفعاليات. وتمت مناقشة مشاريع عدة أبرزها مشروع التشغيل لبلديات الشرقي من سرعين وصولا إلى رأس بعلبك. العمل على تأهيل محطة تكرير الصرف الصحي في إعاد خلال مهلة 3 أشهر. ثالثا العمل على تنزيم محطة الصرف الصحي في اليمونة.
رابعاً، متابعة ملف الصرف الصحي الخاص باليمونة مع وزارة الطاقة والمياه من أجل إنشاء 5 كيلومتر صرف صحي. خامساً، جرى مناقشة تأمين المياه في غرب معلبك وعيون أربش بكل الطرق الملائمة بالتعاون مع قيادة الجيش ومديرية المخابرات. سادساً، معالجة مشكلة المياه في مدينة الهرمل وكامل القضاء. سابعاً، معالجة مشكلة محطة الدير الأحمر. حفرنا بئر بمحل خارج نطاق حوض البياضة، يعني هذه المياه الموجودة بهذا البئر لا تؤثر سلباً على مياه النبع، وبغمق 504 أمتار بالتحديد وحطينا له قمصان، وهذا باقي بده تجهيز، بده مضخة، بده أساطل، بده كابلات، وبده وصل على شبكة مياه الشفة وتجهيزه بمولد كهرباء ومحطة تحويل أكيد. فهذا الموضوع رح نرفع كتاب قريبا جدا، نهار الاثنين بيكون عند سعادة المدير لاستلام هيدا البير من قبل مصلحة مياه البقاع، لأنه بالترخيص يلي حصلنا عليه من وزارة الطاقة والمياه أنه بعد ما نحفر هذا البير من بيتم تسليمه لإدارة مؤسسة مياه البقاع. ونبقى في البقاع، حيث عقد تكتل نواب على بنك الهرمل اجتماعه الأول بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وزير الزراعة غازي زايتر، والنواب علي المقداد، الوليد سكري، وابراهيم الموسوي. وقد طالب المجتمعون باعتماد خطة متكاملة لمتابعة قضايا محافظة على بنك الهرمل على مختلف الصعد. قرر التكتل إلى الوضع الأمني في محافظة على بنك الهرمل الأولوية القصوى، مطالبا المسؤولين الرسميين السياسيين والأمنيين والعسكريين القيام بواجباتهم وطي صفحة التقصير الرسمي على هذا الصعيد. صيدا مدينة رمضانية بامتياز، وللحلويات والمشروبات فيها نكهة خاصة. تعيش مدينة صيدا أجواء رمضانية بامتياز، حيث تعبق شوارعها الرئيسية وأزقتها التاريخية بروائح الحلويات التي تشتهر بها المدينة، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك. وتشتهر مدينة صيدا بصناعة المرطبات من تمر هندي وجلاب وتوت وعرق سوس وخروب، لتكون على المائدة الرمضانية إلى جانب المأكولات المتنوعة. وحلوياتنا الشرقية المتنوعة الغربية المتنوعة، منها حلاوة الجبن والمدلوقة والقطايف المقلية القشطة والجوز، وعندنا العثملية بالقشطة، العثملية بالجبن، فعندنا أشياء كثير متنوعة. أما القطايف فتتربع على عرش مائدة إفطار الصائمين لكونها الحلوى المفضلة عند الصيدويين والأبخس سعراً. بعد الإعلان، انتحار أشهر شيف في العالم. أهلا بكم من جديد. دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر وزارة الداخلية العراقية إلى نزع سلاح مدينة الصدر بالكامل وتسليمه للدولة، وطلب الصدر من القوات العراقية ووزارة الداخلية البدء بحملة بعد عيد الفطر لإعلان مدينة الصدر منزوعة السلاح ثم تعميم التجربة على باقي مناطق العراق. وقال الصدر في بيان تلقت سكاي نيوز عربية نسخة منه: من منطق تقوية الدولة العراقية وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية. وأضاف: ولإبداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والأخ الوزير قاسم الأعرجي لبدء الحملة بعد العيد لإعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح، وطالب الجميع بإطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع وتسليم السلاح من دون أي نقاش. واقترح بأن يتم بيع السلاح لإعمار المناطق الفقيرة، وأن يكون السلاح والمال بيد حكومة أمينة.
في خبر أكدته شبكة CNN الدولية عثر على الشاف العالمي ومقدم برنامج أجزاء غير معروفة على شاشة CNN توني بوردان منتحرا في منزله الجمعة عن عمر يناهز 61 عاما. وكان بوردان في فرنسا هذه الفترة لتصوير إحدى حلقات برنامجه، إذ قال صديقه المقرب إريك رايبرت إنه وجد جثة بوردان داخل غرفته في الفندق. وبدأ نجم بوردان في السطوع عام 2000 بعد نشر كتاب في فن الطهي بعنوان كيتشن كونفيدنشال، وانطلق في أول برامجه التلفزيونية الخاصة بالمطبخ عام 2002. وفي خلال 3 سنوات حصل على شهرة كبيرة وفاز برنامجه بجائزتي إيمي. وانضم بوردان إلى شبكة CNN عام 2013 من خلال برنامج جديد للطبخ بعنوان Parts Unknown، والذي استمر لمدة 11 موسما. كان في هذه النشرة أمام بلدية بيروت زف للمحافظ ضد الإيدن باي. إيميها زورتوا رأي الإيدن باي؟ إيميها وعيون المسؤول مطفي؟ إيميها ما فرق معهم لو فضحتهم؟ إيميها الفزق عندهم مثل الشتاء؟ وموظفو المشروع يدافعون عن لقمة عيشهم. مفوضية اللاجئين ترد من جنيف على قرار باسيل. ووزير النازحين يهاجم. هو في واحد مربك اسمه جبران باسيل عطول بيعمل إربكات لحاله. جريمة بيئية في وادي الست وجنبلاط ينشر. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.